مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. في البداية هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، أيضا طقس مستقر بوجه عام، لكن تبقى الأجواء مائلة للبرودة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء. نلاحظ وجود كميات قليلة من الغيوم تظهر في سماء المملكة، خاصة في فترة النهار والصباح الباكر. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 درجات، لكن الملموسة بحدود 9 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. يوم غد الأحد تكون الأجواء مشمسة مع ظهور بعض السحب المنخفضة، وبتكون درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية، والأجواء مائلة للبرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء تقريبا ربيعية لطيفة نهارا وأيضا لطيفة في بداية الليل، لكن تميل إلى البرودة قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة يوم الاثنين بحدود 25 درجة مئوية، قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. وتستمر الأجواء كذلك يوم الثلاثاء، أجواء لطيفة بالنهار، ربيعية لطيفة مشمسة، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. العظمى المتوقعة 25، لكنها تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 14 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة. في المناطق الشمالية إربد 25-14، عجلون 23-13، جرش 24-14، المفرق 24-14 درجة مئوية. المناطق الوسطى البلقاء 22-13، مأدبة 23-13، البحر الميت 32-21، عمان 21-13، الزرقاء 24-14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أيضا أجواء ربيعية لطيفة نهارا، لكنها تميل قليلا إلى البرودة ليلا. الكرك 23-13، الطفيلة 21-14، الشراه 20-13، إمعان 24-16، وخليج العقبات 33-24 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا. الأزرق 27-15، الصفاوي 27-15، الرويشد 26-15 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.